بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتايلاند، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا، تأتي زيارة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا بزيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. دعوة ولي العهد لرئيس الوزراء التايلاندي تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم.